انا معانا سي فتحي الناصري مصور صحفي لصباح النور. سي فتحي مرحبا بك. مرحبا مرحبا بك سي فتحي. كنت حاضر اليوم الفجر على عملية ملي بديت انت بيدك كنت اللي صورت الفيديوهات اللي كنا نشاهدوا فيها على التواصل الاجتماعي. دونك وقتاش تقريبا بديت العملية؟ انا مشيت للعملية لحكيت الخمسة غير اربعة وهي في ثم مواجهات خمسة غير اربعة ثم مواجهات حسب شهود عيان عندها ساعة قبلي. انا حكيت لاربعة لاربعة متاع الصباح وكيفاش انطلقت؟ مواجهات متفرقة حكيت لاربعة متاع الصباح ثم مواجهات في منطقة الجزرنة متاع الجيش في طريق مدنين في منطقة جلال بالتحديد ثم مواجهات في المنطقة متاع الحرس مواجهات في المنطقة متاع الشرطة. وقت حولنا للمنطقة متاع الشرطة الإرهاب واللي يضرب على المواطنين الإرهابيين بدوا يضربوا على المواطنين وقت يولي يطيروا علينا ولينا نجروا برشا فهمت. طحت أنا والجماعة جنبي مصورين أخرين أنا ضرر خفيفة مش حاجة قوية برشا. هو الإرهابي هذا يطير علينا تم قمصة من عون من حرس الوطني. تواصلت الحكاية في برشا مواطنين توفوا حكاية 16 من واحد 10 مواطنين و 6 أمنيين وصفوا حكاية 12 إرهابي توا ولا 13 إرهابي هيك توا الحصيلة 21 الحصيلة 21 إرهابي وبالنسبة للمدنيين أنا اللي عندي حتى اللي تضربت وخرجت خليت حكاية 12 إرهابي بعدي مش عارف وخليت 10 مواطنين و 6 أمنيين سي فتحي. هي فما أنباء تواترت وما نعرفوش الحقيقة إن كانت أنباء ولا إشاعات حول تجوال سيارات رباعية الدفع في وسط بن قردان يسوق فيها إرهابيين وقاعدين يضربوا في الكرتوش على المواطنين وعلى المدنيين. الحكاية هذه ما خرجتش بصفة رسمية؟ لا 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 مش موجودة حتى للوقت اللي ضربت فيها. أنا حكيت 10 ونص 11 حكيت ما فهمناش رباعية الدفع تمام مواطنين ورا الأمنيين الأمنيين من قدام المواطنين وراهم يرجعوا في يعملوا في هتافات كبيرة للمواطنين الله هو نحن مع الشعب التونسي نحطها عش التونس عش التونس النشيد الوطني والأمنيين يقوموا بالعمل متاعهم ديما. بيز فتحي توا تقريبا بعد خمس ساعات من وقوع العملية هذه ولا من بداية العملية هذه كنت وصفنا توا الأوضاع في بن قردان كيفاش؟ توا الأجواء في وسط المدينة ربحت ما ثم حتى شيء ذكي ثم طيارات فوق في السماء دور ثم مواجهات البرة بعيدة شوي حسب شهود عيان ديما شهود عيان في مناطق بعيدة شوي على الصحراء التونسية فهمت. وبعدين يحوموا على اللي ما زالوا معنا الإرهابيين اللي ما زالوا احتياط واجب. نزلت العملية متواصلة معنا متواصلة العملية بعيدة شوي لكن الوسط المدينة رايد متواصلة العملية أما مش في وسط المدينة. يا سيدي شكرا ليك سي فتحي الناصري مصور صحفي لقت معنا في المباشر